بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير. النقطة الأولى أحب أقولها أن أعتذر عن تأخيري، لأن كنت في العيادة، عيادة العين، هذا لسبب تأخيري. النقطة الثانية اللي أنا أفتخر فيه أن أوقف بين يديكم وألقي الكلمة، إلا أني الحين في لعدم قدرتي أخو حسام الحدار راح يلغي الكلمة إن شاء الله نيابة عني. شكرا. إذا نستقبل أخو الشهيد حسام الحداد في هذه الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن مضي ألف يوم منذ انطلاق الحراك الشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز المذهبي، شيء مبشر جدا، فإن صمود الناس طوال الأعوام الماضية هو دليل وعي وإيمان بما يجب أن تكون عليه الدولة الحق، وأن يبشرنا نحن بأن ما مضى من آلام وتضحيات هين أمام وطن يحتضن الجميع بلا فرق بين عرق أو لون أو دين أو مذهب. في كل دول العالم سقط التمييز عندما خرجت الناس تطالب بالعدل والمساواة. في أمريكا نال السود حقوق المساواة مع حركة مارتن لوثر كينج، والنتيجة بعد 50 عاما أن رئيس الولايات المتحدة الآن هو شخص أسود. في جنوب أفريقيا سجن مانديلا 27 عاما، ومن بعدها خرج ليكون أول رئيس يحكم جنوب أفريقيا بعد نظام الأبارتهايد العنصري. وهنالك الكثير من الأمثلة في شتى بقاع الأرض. في هذه سنة الله أن يعدل بين العباد. جميع التضحيات قدمت على تراب هذا الوطن، سواء أمهات ثكلى أو رجال مقيدوا بالزنازين، كلها ضريبة نحو الحرية. من شردوا، من عذبوا، من فصلوا، من انتهكت منازلهم، من أصبحوا تحت التراب نبراسا شامخا لكل مستنير. في درب الحق الذي قيل عنه سابقا لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه، عذرا إمامي، هذا سبيل الحق شعبي سالكم فيه للجميع. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.